مساء الخير العائلة، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة أموركم؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير، ونتمنى إن شاء الله يلقاكم لا فيديو ديالي في أحسن الأحوال وفي ظروف جيدة وملائمة إن شاء الله. سمحوا لي على الغبرة اللي غبرت عليكم، مي أنا كنحاول دائما واخا نغبر، يعني مني نجي خصني نجيب لكم شي حاجة زوينة وشي حاجة جديدة يعني ما كيناش في السوق. أنا اليوم غدا نشارك معكم هاد التشكيلة بمناسبة ديال رمضان اللي على الأبواب. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة وبالسلامة وبالبركات، واليوم إن شاء الله وبالصحة وطولة العمر. اليوم غدا نحط معكم وغدا نتشاهدوا معايا هاد الفيديو، نتمنى يعجبكم. فيه تشكيلات مختلفة ديال الجلابة المغربية، يعني احنا متعودين النساء المغربية والعربية يعني في رمضان دائما كيبغوا يبانوا في أحسن حلة، وباش كنستقبلوا رمضان وباش كنستقبلوا ضيوفنا في رمضان كيف كنعرفوا كنا يعني راه ضروري في الطاولة أو المائدة الرمضانية ضروري كتكون العائلة وكيكون الجمع. حنا العيالات كنبغيو دائما أننا نكونوا في أحسن حلة. لهذا أنا حاولت أنني نجيب لكم واحد التشكيلة اللي هي زوينة، ألوان مختلفة والثمن حتى هو مناسب كيف عودتكم دائما. أنتم تشوفوا هاد لا فيديو وغادي يعجبكم إن شاء الله، أنا متأكدة حيت الألوان زوينة. وكيف كتشوفوا جلابة هكا منبتة، كاينة خدمة اليد وكاينة خدمة الماكينة فيها، يعني كل واحد على حسب المستطاع دياله. اللي غادي نقول لكم هو أنهم بياسات زوينة بزاف، ونتمنى حتى نتوما يعجبوكم. وخليكم معايا حتى نهاية لا فيديو فضلا وليس امرا، ورمضان كريم بالصحة والسلامة وبكل ما كتمناو، وعواشركم مبروكة على جميع المشاهدين الاوفياء وعلى جميع الجالية المغربية في المكان تواجد. وتحية وعواشر مبروكة على المغاربة ديالنا سواء النساء او رجال او اطفال او شيوخ من طنجل القويرة. تحياتي لكم وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التفاهم ديالكم، على التشجيع ديالكم. الهلا يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف، فرجة ممتعة.
ليلي ويلي سرت كسر ومسهي وحاول تغيبي حاول تغيبي بضاضري لدوا واي خدر شريا يريد سمو ليلي ويلي منو يا منو سرت كسر ومسهي وحاول تغيبي وحاول تغيبي بضاضري لدوا ليلي ويا ليلي